وتارول وماري، وانا شخص بس يعني طبعا انا عارف ان كل الناس عندهم اكسبيرينس قوي جدا في السيفتي والسكيورتي والفاتوريشن. انا شخص بس هقول ان الاكزامبل احنا فين هنا في الاوتيل، احنا هنا في قاعه اسمها دود، دي قاعه رئيسيه للاوتيل. الفندق عندنا المين بيلدنج بيبعد عن باب البوابه الخارجيه 300 متر، واحنا هنا جوه مدينه ميراج تاني في التجمع الاول. وزي ما باين كده على الطريقه احنا البعد بين البوابه الخارجيه وبين جزء من الاوتيل 300 متر، وتعتبر القاعه هي من بدايات التجسم الفندق. النهارده طبعا علشان نتكلم على القاعه، عندنا هنا فيها 10 بيبان اكسس موجودين قدامنا هنا وورايا. لا قدر الله طبعا في حاله الايفاكيويشن احنا هنستخدم البيبان ديت، هيبقى اتجاهنا الناحيه دي ناحيه الباب الرئيسي، وهنطلع من اللوبي لمنطقه التجمع بتاعتنا. الاساسي بوينت نمبر 1 بتاعنا موجود في الباركينج اللي قدام قاعه تاني.